أسعد الله مساءكم. يا منتدى لثقافة قد جمعت، أهلا بهم ربي مساء أسعدا، بتحية قد جئتكم يا إخوتي وقراءة لقصائدي في المنتدى. آدابكم تعلو بكل شعابها، فخرا بأوسمة على صدر المدى، وثقافة بانت على أنواعها شعرا وموسيقى وعلما مرشدا. بوركتم أهل العلوم بمنتدى، وتبارك الرحمن في علم هدى. ميراث علم للأنام كنعمة، خير من الأموال إن ذهبت سدى. فالمال في يد جاهل متبدد، والعلم باق في الأنام مخلدا. أضواؤكم سطعت بشمس علومكم، نور تجلى للظلام مبددا. يا سادتي أنتم مثال يحتذى، أما فنحن لصوتكم كنا الصدى. القصيدة الأولى شعور بالألم. كفرت بكل علم غير مجدي، وكم من تفاهات المدارس، وكل خزعبلات رجال دين بوعظ في المساجد والكنائس. وإفك الساسة الأرذال قولاً، وتصنيع المكائد والدسائس، وتقديس الزعيم كظل رب على عرش من التجهيل جالس، وجهل البعض في تفسير أمر، وتعظيم المخاوف والهواجس. فقول الباطل المذموم أضحى بديلا للحقيقة في المجالس. كفرت بذي المواطن مستضاما بخوف عاش مرتعد الفرائس. كفرت بحاكم قاد رعايا كراع في عصاه أو كسائس. كفرت بحاكم ملكا بقوم، وللغرباء جندي وحارس. وترسيخ انقسام ضمن شعب، وتحشيد لغبراء وداحس. سئمت من المرارة في شجون لمظلوم ومحروم ويائس. مللنا من حديث عن شقاء لمقهور من الأوضاع بائس. أليم ما نقاسيه كشعب، أليم ما نقاسيه كشعب، دعونا نحتسي نخب العرائس، ونحكي عن طبيخ لذ طعما وقطعا انتهته أم فارس. حديث عن قميص كان أجدى، وبدلات بأسواق الملابس، فلن يتقوم الحكام حتى ولو ضربوا بأعقاب المكانس.